السلام عليكم إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعلم قواعد التجويد برواية ورش عن نافع. إذن ما زلنا مواصلين في شرح قواعد سورة البقرة. توقفنا في الحصة السابقة عند الآية 56. الآن سنكمل، سأقرأ كل آية لوحدها وأشرحها ثم أنتقل للآية الموالية. إذن لنبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. إذن الانتباه للذال المعجمة. وإذ قلنا ادخلوا، هنا هذه الدال نقلقلها قلقلة صغرى. هذه القرية، الراء مفخمة هنا. فكلوا منها، هنا لدينا هذه النون يجب إظهارها. منها لا نقول منها. انتباه للثاء، حيث لا نقول حيث، حيث شئتم رغدا. هنا هذه الهمزة هنا ساكنة يعني فوق سكون، لا يجب أن نقلقلها، لا نقول شئتم بل شئتم. شئتم هنا لدينا شئتم تنتهي بميم ساكنة، الحرف الذي جاء بعدها ليس بحرف الباء ولا بحرف الميم. إذا لدينا هنا، أذكر هنا الإظهار الشفوي، أقول شئتم رغدا ولا أقول شئتم رغدا، والراء هنا مفخمة. رغدا تنتهي بتنوين بالفتح وأمامه حرف الواو من حروف الإدغام الناقص بغنة. إذن إدغام ناقص يكون بغنة، مقدار حركتان. أقول رغدا وادخلوا الباب، وهنا الدال قلقلة صغرى. سجدا هنا تبال حرف الجيم، سجدا يعني مخرج حرف الجيم ننطقه جي، وهنا التنوين بالفتح وكذلك أمام حرف الواو كما نطقنا هنا، يعني هنا إدغام ناقص يعني بغنة مقدار حركتان. سجدا وقولوا حطة يغفر، هنا انتبه لي الطاء مفخم وتنوين هنا بالفتح وتنوين هنا بالضم وأمامه حرف الياء من حروف إدغام بغنة. حطة يغفر، حطة يغفر، والراء هنا مفخمة. يغفر لكم خطا، خطا هنا الخاء والطاء من حروف الاستعلاء مفخمين. خطاياكم، هنا لدينا التقليل، اسمعوا جيدا، خطاياكم وسنزيد المحسنين. هنا أقف بحركتين أو أربعة أو ست حركات للمد العارض للسكون. محسنين. أرتل الآية 58 ونشرحها كذلك. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين ظلموا، هنا الضاد من حروف استعلاء مفخم واللام هنا مفخم، اللام المفتوحة عند ورش تفخم إذا كان قبلها حرف الضاد مفتوح، نقول تفخم أو تغلظ، تغلظ اللام. ظلموا، ظلموا، ولا نقول ظلموا. قولا غير، هنا لدينا قولا تنتهي بتنوين بالفتح وأمامها هنا حرف الغين من حروف الإظهار، إذن نقول قولا غير، لا نقول قولا غير بل نظهر ذلك تلك النون الزائدة قولا غير، وهنا الراء مرققة بالرغم من أنها مفتوحة لأنها سبقت بياء ساكنة. غير الذي قيل لهم، لهم فأنزلنا، هنا إظهار شفوي، لهم ف، لا نقول لهم ف، لهم فأنزلنا، هنا إخفاء هذه النون وتلك الغنة تكون مرققة لأن بعد حرف النون هنا حرف الزاي وهو مرقق. فأنزلنا على الذين ظلموا، هنا كذلك
ظلموا مثل ما شرحت هنا. ظلموا رجزا، رجزا الراء هنا مكسوره مرققه والجيم قلقلة صغرى، هنا تنوين بالفتح وامامه هنا حرف الميم، لاحظوا ما هذا الميم مشدد. لدينا هنا ادغام بغنى مقداره حركتان، نقول رجزا من، رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هنا السماء مد مشبع متصل ستة حركات، وهنا يفسقون أقف بحركة أو أربعة أو ستة، هنا أمددها للمد العارض للسكون. إذا مدت هنا بالتوسط أمدد هنا كذلك بالتوسط. نقرأ الآية 59. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ استسقى، وإذ س تسئل نون نسهل هذا الهمس، وإذ س من الذال المكسورة إلى السين ساكنة، وإذ استسقى، وإذ استسقى هنا التقليل وهنا كذلك التقليل في السين. موسى وإذ استسقى موسى هنا لقومه مد الصلة الصغرى هنا حركتان، لقومه فقلنا اضرب هنا كذلك نقول فقلنا اضرب ولا نقول فقلنا اضرب أو نقول فقلنا ضارب هذا خطأ، بل فقلنا ضرب والراء مرققة هنا. لدينا إدغام متماثلين، فقلنا ضرب بي لا نقول ضرب بي عصاك، هنا انتباه لا نقول بعصاك، بعصاك هنا الصاد مفخم من حروف الاستعلاء، وهذا المد هنا نفخمه كذلك لأن قبله حرف الصاد وهو مفخم. بعصاك الحجر، الحجر انتباه الحرف الجيم والراء مفخمة. فانفجرت منه هنا إخفاء هذه النون وتلك الغنة مرققة، فانفجرت انتباه لمخرج حرف الجيم والراء مفخمة. منه هنا لدينا هذه النون ساكنة وأمامها حرف الهاء، إذا لدينا الإظهار. منه لا نقول منه، منه اثنتا انتباه لحرف الثاء، اثنتا عشرة، عشرة هنا الراء مفخمة، اثنتا عشرة عينا هنا أقف مد العوض حركتان، عينا قد هنا هذه الدال قلقلة صغرى، قد علم كل أناس مشربهم تنوين بالكسر هنا أناس وأمام حرف الميم، هنا لدينا إدغام بغنى مقدار حركتان، أناس مشربهم والراء أفخمها هنا. كلوا واشربوا من رزق الله، واشربوا هنا الراء مفخمة، واشربوا لا نقول واشربوا، واشربوا من رزق، هنا إدغام بغير غنة إدغام كامل، من رزق والراء مرققة، من رزق الله واللام في لفظ الجلالة مرقق لأن قبله مكسور. ولا تعثوا في الأرض مفسدين انتباه لحرف الثاء، لا نقول ولا تعثوا بل ولا تعثوا في الأرض والراء مفخمة هنا، في الأرض مفسدين هنا أمدد حركتان أو أربعة أو ست حركات للمد العارض للسكون. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر، هذه الآية طويلة إذن سأشرحها ثم أرتل لكم جميع الآيات التي شرحت، لأنني إن شاء الله سأتوقف عند هذه الآية، عند الآية 60.
وإذ قلتم يا موسى، وإذ قلتم يا موسى. لاحظ ما هنا إظهار شفوي، قلتم يا، لا نقول قلتم يا موسى، هنا التقليل يا موسى لن نصبر. هنا إدغام بغنى مقداره حركتان، والراء هنا مرققة لأن سبقت بكسرة لصيقة بها من نفس الكلمة. لن نصبر على طعام واحد. لاحظوا ما هنا طعام، هنا إدغام بغنى مقداره حركتان، طعام واحد فادع لنا، وهنا لدينا إخفاء وتلك الغنة مرققة لأن بعدها حرف الفاء وهو مرقق. واحد واحد فادع لنا، وهنا الدال قلقلة صغرى، فادع لنا ربك، الراء مفخمة، ربك يخرج لنا، يخرج لنا، الراء مرققة هنا والجيم قلقلة صغرى، لنا مما تنبت، مما بمشددة حركتان بغنة، تنبت الأرض، هنا الميم، هذا الميم الصغير تلاحظون هنا، هنا لدينا الإقلاب، قلبت النون ساكنة ميما أن بعدها حرف الباء هنا، تنبت، وهنا حركتان أقول أم يعني حركتان يعني الثانية واحدة تقريبا، ثم تنبت الأرض من بقلها، هنا كذلك لدينا إقلاب، الراء مفخمة هنا في الأرض، من بقلها، هنا أقلقل القاف قلقلة صغرى، وقثائها، هنا تبال حرف الثاء مع المد مشبع المتصل ستة حركات، وفومها وعدسها وبصلها، تبا لمخرج حرف الباء لا نقول وباصلها بل نقول وباص وباصليها، وهنا اللام لا أفخم هذا اللام، وباصليها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هنا قال، قال لا نقول قال، لا نفتح فمي عند هذا المد، أن هذا المد يجب تفخيمه لأن الحرف الذي قبله مفخم وهو حرف القاف. قال أتستبدلون، وهنا أقلق الباء قلقلة صغرى، الذي انتبه لحرف الذال، الذي هو أدنى، هنا قلقلة كذلك لحرف الدال قلقلة صغرى، وهنا التقليل أدنى، أدنى بالذي هو خير. هنا لدينا مد اللين، نمدد حركتان هنا أو أربع حركات أو ست حركات، خير مع ترقيق الراء هنا، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، هنا اهبطوا، اهبطوا الطاء مفخم، اهبطوا مصرا، هنا الصاد مفخم من حروف الاستعلاء والراء هنا كذلك مفخمة، لدينا تنوين بالفتح أمامه وحرف الفاء من حروف الإخفاء، والفاء مرقق إذن هذه الغنة مرققة، مصرا لا نقول مصرا بل مصرا، فإن هنا نون مشددة حركتان بغنة، فإن لكم ما سألتم، وهنا لدينا إدغام شفوي، لكم تنتهي بميم ساكنة والكلمة التي تليها تبدأ بميم، إذن إدغام شفوي، لكم ما، ونستمر في قول م يعني حركتان يعني ثانية واحدة، لكم ما سألتم مع تطابق الشفاه، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، وضربت هنا الراء مرققة لأنها مكسورة، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، هنا مدت ست حركات للمد المشبع
المتصل مع مد البدل هنا، هذا الهمز الممدود، قلنا مد البدل هو كل همز ممدود، هنا لدينا هذه الهمزة وممدودة بالواو، نمددها حركة أو أربعة أو ست حركات. بغضب من، هنا تنوين بالكسر وأمام حرف الميم من حروف الإدغام، وهنا الإدغام الناقص، أي حركتان بغنة. بغضب من الله، وهنا اللام في لفظ الجلالة نفخمه ونقف على الله هكذا، من الله، لا نقول من الله بل نطيلها تجليلا لعظمة الخالق سبحانه وتعالى. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بأنهم، نون مشددة حركتان بغنة مع الإظهار الشفوي هنا، بأنهم كانوا، هنا يكفرون الراء مفخمة راء مضمومة، بآيات، هنا لدينا مد البدل، هذا الهمز الممدود مد البدل، نمدد حركتان أو أربعة أو ست حركات. بآيات الله، هنا اللام في لفظ الجلالة مرقق لأنه مسبوق بكسر، هذا الكسر هنا. ويقتلون، القاف قلقلة صغرى، النبيين، نون مشددة حركتان بغنة مع هنا مد مشبع متصل ستة حركات. نبيين، مع هذا المد هنا نمدد حركتان هنا أو أربعة أو ست حركات، لأن لدينا كذلك هذا الهمز هنا كذلك ممدود. نبيين بغير الحق، هنا بغير هذه الراء مكسورة إذن مرققة، الحق نقف على القاف قلقلة كبرى. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هنا عصوا، هنا لدينا عصوا وكانوا، لا نقول عصوا بل عصوا وكانوا، لأن لدينا إدغام متماثلين، عصوا وكانوا يعتدون مع مد هنا حركتان أو أربعة أو ست حركات للمد العارض للسكون. إذن أكتفي بهذا الحد وأرتل لكم الآيات التي شرحت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إلى هذا الحد نتوقف، أسألكم الدعاء، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتشاركوا هذه الدروس مع الكل لتعم الفائدة وتنالوا الأجر والثواب، ونلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.